حمل مازوت، لا يوجد مازوت، لا يوجد غاز. في ظل معاناة الاقتصاد السوري والقطاع النفطي بشكل خاص جراء العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وشح المحروقات في عموم البلاد وارتفاع ثمنها إن وجدت، يستمر مسلسل استهداف خطوط الغاز الواصلة بين مناطق سورية المختلفة مع تبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة بالوقوف وراءها. أحدث هذه التفجيرات تفجير خط الغاز الواصل بين حمص وبنياس بالقرب من قرية الرابية التابعة لمنطقة تل كلخ. حسب وزارة النفط السورية فإن قطر خط الغاز المستهدف يبلغ 24 بوصة، ويتبع الخط للشركة السورية للغاز ويغذي محطة توليد كهرباء بنياس. استهداف خط الغاز أدى إلى توقف مجموعتي توليد كهرباء بقدرة 260 ميجاوات في الساعة وتسرب نحو 460 ألف متر مكعب من الغاز عند نقطة التفجير. وقد تم إيقاف ضخ الغاز في الخط لحين إصلاحه وإعادته للعمل خلال أسبوع تقريباً. هذا التفجير يعد الخامس من نوعه لخط غاز في سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس الماضي. هذه التفجيرات تركزت في أغلبها في محافظتي حمص ودير الزور، آخرها كان استهداف خط لنقل النفط جنوب كوريا بمحافظة دير الزور السبت الماضي، والذي أدى لخسارة نحو 2000 برميلا من النفط. من جهة أخرى وحسب وزير النفط السوري سفيان علاو، فإن سوريا تكبدت خسائر بأكثر من ملياري دولار وانخفض إنتاجها النفطي بمقدار 150 ألف برميل، أي ما قيمته 15 مليون دولار يوميا بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي منذ سبتمبر الماضي. والوزارة حاليا تستعين بالخزانة العامة والمصارف الحكومية من أجل تأمين المازوت والغاز المنزلي ومتطلبات محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي. المعنتبلي، العربية.